السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جميعا. عليكم السلام. فنرحب بالدكتور هشام الطالب في برنامجنا اليوم، في برنامج ندوة العلم العربي، فالشباب يعرفون العالم. في برنامجنا اليوم نحن سنتحدث مع الدكتور هشام يحيى الطالب، فيحضر في هذا البرنامج عديد من الطلاب في شتى المدارس وفي من شتى المدن. فأيضا نرحب بالدكتور نظيف يلماز، المدير العام في التعليم الديني في وزارة التربية والتعليم التركية. فالآن سننتقل إلى حديث البداية للدكتور نظيف يلماز مباشرة كي نبدأ ببرنامجنا، فليتفضل مشكورا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الإخوة الكرام وأستاذنا الحبيب دكتور هشام الطالب، هذا البرنامج الثاني مع طلاب لمدارس الأئمة والخطباء للصف التحضيري للغة العربية. قد هم يستفيدون من تجارب العلماء ومن خبراتهم في التعليم والمجال المختلفة بهذه المحاضرات. هذا اليوم إن شاء الله سنستفيد من أستاذ دكتور هشام الطالب، له تأليفات كثيرة وله قدوة حسنة للشباب في العالم الإسلامي، خاصة الأتراك يعرفونه من تأليفاته قد ترجمت إلى اللغة التركية. أنا كنت استفدت من كتابه تقريبا قبل 30 سنة من الترجمة، ولهذا السبب الحمد لله والآن سنستفيد من كلامه. أولا استفدنا من كتابه واليوم سنستفيد من كلامه. هذا البرنامج لمدارس ثانوية الأئمة والخطباء، هؤلاء الطلاب ينتظرون إن شاء الله بسرور أن يستفيدوا من كلامهم. في بدايتي سألخص كلامي وسأعلم بعض المسائل في تركيا. أن التعليم الديني في تركيا من كما تعرفون من 3 قناة. القناة الأولى رئاسة الشؤون الدينية، يعني دوائر الإفتاء والمساجد ومراكز تحفيظ القرآن تحت رعاية هذه الرئاسة الشؤون الدينية. ثم التعليم العالي في الجامعات، نحن نسمي كلية إلهيات للعلوم الشرعية. هؤلاء الطلاب من الجامعات كليات إلهيات متخرجون يذهبون إلى رئاسة شؤون الديانة لأن يكونوا أئمة وخطباء ومفتي، وأكثرهم غالبا يأتون إلينا كي يكونوا معلمين. ثم القناة الثالثة المديرية العامة للتعليم الديني في الوزارة في التربية الوطنية. نحن ننسق أمور التعليم الديني في كل المدارس رسمياً وأهلياً. أولاً ثقافة الدرس، ثقافة الدين والأخلاق لكل المواطنين إلزامياً غير اليهود والنصارى. ثم الدروس المختارة، السيرة النبوية، القرآن الكريم واللغة العربية ومعلومات الأساسية في الدين. ثم تنسيق أمور مدارس الأئمة والخطباء. والآن أنتم يا أستاذ ضيف لهؤلاء الطلبة. المدارس الأئمة والخطبة تقريبا منذ 100 عام في تركيا يوحد برنامج آيات الكون وآيات الكتاب في تحت سقف واحد، يعني الطلاب يدرسون الفقه والتفسير والحديث والعلوم الشرعية في 130 بالنسبة 30، والعلوم المعاصرة في 100 تقريبا 70%.
وبعد التخرج يستطيعون أن يلتحقوا الجامعات المختلفة، الهندسة والطب والإلهيات وكل الهندسة هكذا. وأخيرا منذ 4 سنوات قد تنوعت البرنامج في مدارس العلم والخطبة، خاصة الصف التحضيري للغة المختلفات، أي اللغات، اللغة العربية واللغة الإنجليزية والفرنسية والفارسية والإسبانية واليابانية والصينية وإسبانية والروسية. هؤلاء الطلبة يستفيدون من علماء في هذه اللغة في المدارس، في بعض المدارس في الفنون وبعض التحفيز للقرآن الكريم. ومدارس الأئمة والخطباء الدولي قد يأتي تقريبا من 88 دولة الطلاب يدرسون في تركيا. لا أريد أن أطيل كلامي كي نستفيد من علمكم إن شاء الله. أنا أشكر للإخوة أن ينظموا لهذا البرنامج، خاصة أشكر لأستاذ أحمد توتنجي كي كانت وسيلة لهذا، ونشكر لأستاذ رشاد إيرول من وقف المدنية، وأشكر للطالب فاتح سليمان جناي من مدرسة الأئمة والخطباء، سودة بيلجن من مدرسة الأئمة والخطباء، محمد عاكف من إزمت، وأستاذ إحسان أرقل والإخوة الأخرى سيدة رابعة. نشكر جزاهم الله خيرا، وأشكر يا أستاذ قبلتم هذه الدعوة، تلقون الخطابة، وإن شاء الله نستفيد من آرائكم. جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، جزاك الله خيرا، مختصر مفيد، أحسنت، بارك الله فيك. ونحن أيضا نشكر الدكتور نظف إلماس المدير العام للتعليم الديني في وزارة التربية والتعليم التركية، ونحن أيضا مسرورون جدا بوجودكم هنا. ففي بداية برنامجنا أود أن أقدم الدكتور هشام يحيى الطالب لطلابنا الأعزاء الذين قرأوا كتابكم ميثاق الشرف الدعوي لا سيما. كما تعرفون ولد هشام يحيى الطالب سنة 1940 في مدينة الموصل العراقية، بعد ذلك بعد أن أكمل تعليمه الثانوي في العراق أكمل تعليمه اللغوي في جامعة ليفربول البريطانية في قسم الهندسة الكهربائية عام 1962، وفي ولاية إنديانا حصل على درجتي الماجستير والدكتوراه في هذا المجال، ثم واصل دراسته في جامعة بوردو. أنه أصبح عضواً نشطاً في الدراسات الإسلامية في أمريكا الشمالية خاصة، وكان مديراً متفرغاً لإدارة التعليم بجمعية الطلاب المسلمين MSA في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا من سنة 1975 حتى 77. خلال مهمته أقام العديد من المحاضرات التعليمية والندوات في أمريكا وأماكن أخرى، بالإضافة إلى ذلك عمل في مختلف المستويات في المؤسسات الإسلامية، حيث كان الأمين العام الثاني للاتحاد الدولي للمنظمات الطلابية الإسلامية. دكتور هشام أيضاً لعب دوراً مهماً في إنشاء وتطوير عديد من المؤسسات الإسلامية، بما في ذلك المعهد الدولي للفكر الإسلامي وجمعية الطلاب المسلمين والجمعية الإسلامية لأمريكا الشمالية والوقف الإسلامي لأمريكا الشمالية والعديد طبعاً من المؤسسات الأخرى. الدكتور هشام دون العديد من الكتب والمقالات، من بينها كتابه الذي يحمل عنوان دليل الدعوات الإسلامية للتعليم الذي ترجم إلى اللغة التركية والعديد من اللغات، وكتاب العلاقة بين الوالدين والطفل ودليل التعليم الخاص باتفاقية شرف الدعوة، وكتب أخرى عديدة.
يشغل الدكتور حاليا منصب رئيس المعهد الدولي للفكر الإسلامي، فأنه الآن موجود معنا، فلو هناك أي شيء تود أن تزيده بإمكانك أن تزيد أيها الدكتور، أو ننتقل إلى الأسئلة مباشرة. جزاك الله خير، أحسنت، هذا فيه كفاية وفائدة، شكرا جزيلا يا فاتح سليمان. شكرا، فنحن أيضا نشكر. إذن أولا نبدأ بالسؤال الأول، فأنه طبعا سؤال مهم لنا قبل السؤال الأول أبدأ بمقدمة. تفضل. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أدعو الله سبحانه وتعالى فأقول: اللهم اجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبمناسبة الكورونا الجائحة نقول: اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. أخاطبكم أيها الأحباب من واشنطن التي فيها مركز المعهد العالمي للفكر الإسلامي الذي تأسس 1981 من 7 مؤسسين، منهم من قضى نحبه يرحمهم الله الدكتور إسماعيل فاروقي من فلسطين، والدكتور طه جابر العلواني من الفلوجة من العراق، والدكتور جمال الدين برزنشي من الموصل من العراق، ومنهم من ينتظر الدكتور عبد الحميد أبو سليمان من مكة، والدكتور أحمد توتينشي من أربيل في العراق، والأستاذ أنور إبراهيم من ماليزيا، وأخوكم هشام الطالب. وأقول: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، نعم كثيرة علينا، ومنها قدوم رمضان المبارك إن شاء الله بعد أسبوع، ونسأله تعالى أن يتقبل منا صيامنا ودعاءنا وقيامنا وصدقاتنا، والسلام عليكم. فتفضل يا أخي فاتح سليمان. شكرا أيها الدكتور. أولا نود أن نسأل كالطلاب الذين قرأوا هذا الكتاب، ما هو السبب الأصلي لتسمية كتابكم بميثاق الشرف الدعوي؟ السبب الأصلي هو لكي يكون ميثاقا غليظا يلتزم به الدعاة في مختلف الجمعيات والمؤسسات والمراكز الإسلامية أينما كانوا على وجه هذه البسيطة. نعم. شكرا. فسؤالنا الثاني، طبعا نحن الآن نتحدث عن الدعوة، فما هي الصفات العامة للداعي؟ فمتى يتأكد الشخص من أنه حاز على هذه الصفات للداعي؟ نعم، أقول أن هناك صفات كثيرة جدا للمسلم العادي الملتزم، ولكن نركز على الداعية من أمثالكم، الدعاة من أمثالكم إن شاء الله. اللهم يجعلنا منكم يجعلكم من الدعاة المخلصين. فأول صفة يجب أن تتوفر في كل داع هي الإخلاص، النية لله وحده. فالرسول يقول: ما كان لله دام واتصل، وما كان لغيره انقطع وانفصل، لأن الله لا يحب أن يتشارك مع أي واحد، فلا بد من الإخلاص 100% للداعية في سبيل الله وحده. ثانيا الفهم، لأنه نحن كسيلزمن يعني كماركتينج بيبل، كبائع البضاعة، الذي أهم شيء عنده هو أن يفهم ما يبيعه، أن يفهم بضاعته بعمق. ولهذا يوسف عليه في سورة يوسف نقول: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. فلا بد من الداعية يكون بصيرا عالما بما يدعو إليه وهو ونحن ندعو إلى الإسلام. ثالثا نقول، عندما نقول الإسلام، الإسلام الصحيح الصافي الذي جاء به المصطفى عليه الصلاة والسلام. ثالثا أن على الداعي أن يعمل بما يقول ويقول بما يعمل، وسبحانه يخاطبنا يقول: يا أيها الذين آمنوا
لما تقولون ما لا تفعلون؟ كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. كذلك النقطة الأخرى، لأن الداعية سوف يدعو باللسان وبالكلام وبالكتابة أيضا، لكن المهم هنا أن يتقن الداعية فن وعلم الكلام والخطابة، ولا بد لكل قائد أن يكون متقن لهذه الصفة، صفة التواصل والإلقاء والخطابة. ونقرأ في سورة الرحمن، بسم الله الرحمن الرحيم: الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان، علمه البيان. وأنا أترجم معنى البيان هو الفن وعلم الكلام والخطابة والتواصل. وعندما موسى قال له، أمره سبحانه وتعالى أن يذهب إلى فرعون لأنه طغى، موسى طلب أرسل معي أخي هارون، هارون أخي إنه أفصح مني لسانا، لأنه كانت هناك مشكلة في لسان موسى عليه السلام، فطلب أن يصاحبه معه أخوه إبراهيم هارون. فلا بد، وإذا تلاحظون القادة في العالم يجب أن يكونوا مفوهي الخطابة، ويكونوا من الناس الذين يحسنون الكلام والتواصل. وكما نعلم أن محمدا صلى الله عليه وسلم كان أخطب العرب، كان محمد أخطب العرب. السؤال، تقولون أيضا متى نعلم أن الداعي حاز على هذه الصفات؟ في الحقيقة هي قضية مرحلة إلى آخر الحياة، هو يحاول أن يستكمل هذه الصفات الضرورية. لكن هناك مؤشر، وهو الداعي الناجح الناس يذكرونه بخير في غيابه، ولأنه أثبت لهم هذه النقاط الخمسة التي ذكرتها. شكرا. فأنا أيضا أود أن أذكر في حديث نقرأه نحن في مدارسنا، يعني نحن نقول: يؤتى بالرجل يوم القيامة فيلقى بالنار، فتنطلق أقطاب بطنه فيدور بها كما يدور الحمار في الرحى، فيقولون: يعني ماذا صار لك؟ فيقولون: ألم تكن تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر؟ فيقول: بلى، ولكن كنت آمركم بالمعروف ولا آتيه، وأنهى عن المنكر وآتيه. يعني فهذا التناقض أيضا يجعلنا، لو نحن كصفتنا الداعي أيضا لا يتناقض مع صفاتنا نحن كشخصية وكشخص مسلم، فهذا بدلا من أن يجذب الناس إلى الإسلام يجذبهم ضد الإسلام. فهذه هي من مشاكلنا التي نحن نواجهها اليوم. فنستمر بالسؤال الثاني الثالث مع المديرة سودة بلجان. أحسنت يا فاتح. نعم، من أين نبدأ بالدعوة؟ يعني من عائلتنا أم من بيتنا أم من دولتنا أم من البشر كلهم؟ أولا يجب أن يبدأ الداعي من نفسه، هذا أهم شيء، لكي يتقن ويكون نموذجا وأسوة حسنة لما يدعو إليه. وثم الأسرة، في أسرته المحيطة به أيضا يدعوهم باللسان والعمل. ثم يذهب خارج هذه الدائرة إلى المجتمع وإلى أقرانه، سواء في الشغل أو في المدرسة أو في السوق أو في أي مؤسسة يعمل فيها. ويكون هذا الفرد والأسرة والمجتمع ليس بالتوالي، لا ينتظر، إنما يكون بالتوازي مع بعض. كل هذه الثلاث أشياء يحققها سوية في نفس الوقت وهو يمشي، فلا ينتظر. وكان أذكر شيء لطيف من المرحوم الداعية سعيد رمضان في سويسرا، يقول: إذا جاءني شخص وسألني كيف أصلح هذه الأمة، أسأله سؤال: هل صليت الفجر اليوم أم لا؟ فلا بد الإنسان أن يبدأ بنفسه. فهذه الطريقة الثلاثية التي هي مسيرة الداعية ودائرات الاهتمام، بس تكون دائرة مركزية متلازمة مع بعض وليست بالتوالي. نعم.
أيضا يعني لقد يخطر ببالنا سؤال، أننا نذكر ما هو العمل الأساسي الذي أدى إلى بداية مشروع الدعوة. فطبعا حياتك الدراسية في جامعات بخارج البلد، في ليفربول أو في بوردو أو في جامعات في إنديانا، هذه طبعا هل هذه تأثرت بحياتك كي تبدأ بمشروع الدعوة، أو هل هناك نقاط تحول أخرى قد أدت إلى هذه الدعوة؟ سؤال ممتاز جدا، أشكرك على سؤاله. الله أنعم علي وأنا في المتوسطة، يعني عمري 13 سنة، أنه جاءنا أستاذ معلم في المدرسة وكان ملتزما ومتخرجا من كلية الإمام الأعظم في الأعظمية في بغداد في الدراسات الإسلامية، وهو الذي دلاني على الطريق المستقيم منذ ذلك اليوم. فلمدة أكثر من 60 سنة أنا في هذا الطريق ولم أحد عنه، وهذه من أحسن وأكبر نعم الله علي بعد نعمة الوالدين اللذين علماني التقوى، وهذا الأستاذ الذي أخذ بيدي وعمري 13 سنة ووضعني على طريق الدعوة. هذا الحادث التاريخي، لكن الأهمية هي تجي أيضا من قوله تعالى: لو نتمعن في هذا، لو سألتكم أيها الأحبة، ما هو أحسن شيء ممكن الإنسان يقوله أو يتمثل به؟ فطبعا القرآن جاوب على هذا السؤال بوضوح: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. طبعا مفهوم هذا لديكم واضحا، لكن أريد أركز هنا على الكلمتين الأخيرتين: وقال إنني من المسلمين. الداعية يجب أن يقول: أنا من هذه الأمة المسلمة، أنا واحد وفرد منها، ولا يترفع عليها، أن يكون انتماؤه للأمة المسلمة مهما بلغ، مهما علم، مهما عمل، مهما كانت صفاته، يجب أن يتشرف ويتكرم بأنه عضو في هذه الأمة المسلمة التي هداها الله لنعمة الإسلام. وطبعا أيضا الصحوة الإسلامية، الأمة تحتاج إلى صحوة ممتازة تعود فيها إلى هدى الله وتستيقظ من نومها وغفلتها. شكرا. ولكن ما الذي حصل حين زرت هذه الجامعة، حين درست في هذه الجامعات؟ فهل هناك شيء تغير في حياتك، أو كيف تأثرت بهذه الأشياء؟ في الحقيقة بعد ما أكملت الدراسة الثانوية في الموصل بتفوق، أنا وزميلي المرحوم الدكتور جمال برزنجي من الموصل من الثانوية المركزية الإعدادية، حصلنا على بعثة إلى إنجلترا لدراسة الهندسة. أنا درست الهندسة الكهربائية وهو درس الهندسة الكيميائية، والدكتور أحمد توتنجي درس هندسة البترول، هندسة النفط. فعندما تركنا مطار بغداد، نصحنا أو دلانا أو أرشدنا أحد أساتذتنا الكرام، وكان أيضا مهندس من الموصل، قال: أنتم الآن تذهبون إلى المملكة المتحدة، إلى بريطانيا، هذه جزر ليس فيها إسلام، أنتم الآن تؤسسوا الإسلام هناك وتنشروا الإسلام هناك. طبعا نحن عمرنا كان 17 سنة، 18 سنة، فهذا الأخ أيضا أضاف قال: ولا تحتاجون أي شيء آخر، بس تعتمدون على الله وتثقون بأنفسكم وتتوكلون على الله وتنشروا الدعوة الإسلامية في بريطانيا. فهذا أعطانا ثقة عظيمة بالنفس. فالشيء الآخر اللي حصل هناك في إنجلترا، أن في
طلاب كثيرين طبعا الغالبية غير مسلمين كما تعلم، فكانوا يسألون أسئلة عن الإسلام فنحن نحاول أن نجيب عليها بطريقتين، أيضا أولا بالشرح والتفصيل اللساني الكلام والخطابة، وثانيا بالسلوك الحسن، لأنه السلوك الحسن هو له التأثير الأسوة الحسنة، وذلك بالابتعاد عن المحرمات التي كانت هناك. وكان وأذكر في جامعة ليفربول كان معي المرحوم بوسكت أوزال أخو تركت أوزال وكركت أوزال، كنا في نفس الصف مع بعض، وكانت زوجته ألمانية معه، فبعدين هو توفي الله يرحمه هنا في بوسطن في مرض. فالشيء الآخر اللي أذكره جيدا، أنا كان عمري 17 سنة وكان في الجامعة عندنا نصلي صلاة الجمعة وما في خطيب، فاضطريت أنا أكون لأول مرة في حياتي أخطب جمعة. ففي البداية كنت أكتبها كاملا لأنه ما متعلم جيدا، فبعدين كنت أضع رؤوس نقاط فقط وأتكلم، وأنا عمليا تعلمت حقيقة اللغة الإنجليزية الراقية الأدبية من ترجمة القرآن إلى الإنجليزي. فكنت أضطر حتى أخطب الجمعة باللغة الإنجليزية أن أتعلم مفردات القرآن الكريم والحديث النبوي الشريف، وبذلك كانت أساس تعلم الإنجليزية ليس فقط المدارس إنما هذه خطب الجمعة. وهناك تعلمنا أيضا أنا وزملائي الله يرحمه الدكتور جمال برزنشي والله يحفظه الدكتور أحمد تتونشي، رأينا أن العمل المفيد الدائم يجب أن يكون على ليس على مستوى أفراد بل مؤسسات، فأسسنا معا جمعية الطلبة المسلمين في المملكة المتحدة وإيرلندا الشمالية، وكان هذا يعني فضل كبير. لماذا؟ لأنه بعد ما أسسنا هذه الجمعية، جمعية منفتحة لجميع أفراد العالم الإسلامي نساء ورجالا، جمعية غير حزبية غير سياسية، لا تفرق بين القوميات وغير مذهبية، وهذه الجمعية كانت المبادئ الطيبة الناجحة فيها كانت هي أساس لتأسيس العمل الإسلامي اللي سنتكلم عليه في أمريكا الشمالية. كيف؟ لأنه عندما تركنا أحمد توتونشي من جامعة برمنغهام الذي كان يدرس فيها لإكمال الماجستير والدكتوراه في بنسلفانيا في أمريكا، أسس مع إخوة آخرين له في أمريكا الـ MSA Muslim Student Association of the United States and Canada على نفس الأسس الجيدة والمبادئ الرصينة التي أسسنا فيها جمعية طلبة المسلمين في المملكة المتحدة، فنالت نجاحا كبيرا كثيرا بتوفيق الله عز وجل وبالمبادئ الصحيحة التي تعلمناها في حياتنا. شكرا. هل هناك فرق كبير بين منهج الدعوة القديمة في الولايات المتحدة ومنهجكم الحالي؟ وكيف تكون الفروق في المناهج حين تزور بلدا أخرى؟ نعم، العمل الإسلامي في أمريكا الشمالية بدأ كما ذكرت نتيجة واستمرار للعمل في بريطانيا على يد الدكتور أحمد تتنشي حفظه الله، فهو ومجموعة أخرى من الشباب والطلبة في أمريكا وكندا أسسوا ما يسمى The MSA، جمعية الطلبة المسلمين في الولايات المتحدة وكندا على نفس الأسس الصحيحة التي كنا مع بعض في إنجلترا. فهو والله يرحمه دكتور أحمد صقر الذي كان هو أكبر منا حوالي 10 سنوات، وكان هو من لبنان ومن عباد الرحمن في لبنان بنفسيته الصافية وتجرده،
وسلوكياته وروحي يعني روحياته روحانياته أسسوا هذا الصرح الكبير اللي نسميه جمعية الطلبة المسلمين. هذه الجمعية أنا أسميها أم لخيرات كثيرة جدا جدا، والأم لمؤسسات بالغة عديدة كثيرة إسلامية ونواة لها في أمريكا الشمالية. العمل في أمريكا، عمل الإسلام في أمريكا تطور ولا زال يتطور بناء على متطلبات البيئة والحاجة وتغير الزمان والمكان. فأحب هنا أن أركز على نوعين من التطور. أولا من ناحية المراحل المفاهيم النفسية لدى الطلبة المسلمين الملتزمين الذين وفدوا إلى إلى أمريكا وكندا من العالم الإسلامي. ففي البداية كان كل منهم في بداية الستينات كان كل منهم غايته أنه بس يحافظ على نفسه من الفساد والسوء الخلق والمحرمات ويأخذ الدرجة العلمية ويرجع إلى بلده بسرعة. فطبعا هذا يعني تصرف أو مفهوم انهزامي، لأنه المسلم يجب أن يكون أكثر بكثير من أن فقط يحافظ على النفس. فبعدئذ إحنا عملنا في أتذكر مخيم في صباينا أوهايو، مدينة قريبة من سنسناتي أوهايو. عملنا مخيم ودرسنا فيه وضعنا، فقلنا أنه وجودنا هنا صحيح قد يكون مؤقت، لكن قسم منا سيكون يستمر هنا، والمطلوب أنه ننتقل من قضية المحافظة على النفس إلى أنه الإسلام في أمريكا بدأ ليستقر ويتثبت. ثم جاءت مرحلة أخرى، ليس فقط نحافظ على أنفسنا وأنه نؤسس للإسلام هنا للاستقرار، إنما أن الإسلام هنا لينتشر ويمتد في أمريكا. والمرحلة الأخيرة كانت أنه المسلمين باعتبارهم أقلية في أمريكا يجب أن يكونوا شركاء باتخاذ القرار العام في أمريكا الشمالية، وهذا هو هذه هي المرحلة التي نحن فيها. والحمد لله صار فيها تقدم كثير، من كل 10 سنين كأنما نتخطى مرحلة. هذا من ناحية المفاهيم والنفسية. المراحل الزمنية اللي مرت فيها حسب ما أعلم في أمريكا الشمالية هو أنه عندما تأسس الـ MSA 1963، الشعار الذي رفعه الـ MSA هذه الجمعية هو واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. فكانت المؤتمرات العامة في على مستوى القطر الكونفنشنز اللي فيها يرتادها العوائل رجال ونساء وأطفال ويتعرفوا على بعض ويتدارسوا ويصلوا وإلى آخره. فهذه أول 10 سنين. بعدين جاءت مرحلة الجمعيات التخصصية، باعتبار أنه كل مسلم هو يجب أن يكون داعية بطريقته العامة الخاصة، ولكن يجب أن تكون هناك جمعيات تخصصية تدعو إلى الإسلام من خلال ليس فقط الإطار العام إنما من خلال تخصصها. فتأسست سنة 1967 مثلاً جمعية الأطباء المسلمين في أمريكا، ثم عقبتها بعد سنة سنتين جمعية المهندسين والعلماء الطبيعة في أمريكا، ثم عقبتها بعد سنتين ثلاثة جمعية علماء الاجتماع المسلمين في أمريكا، ثم عقبها الوقف تأسيس الوقف الإسلامي الذي يحمي المراكز والجوامع والممتلكات الإسلامية في أمريكا الشمالية. ثم جاءت هذا كله في قلنا في الستينات ثم السبعينات. أما في الثمانينات فكان انتشار المراكز الإسلامية والجوامع بشتى الأحجام والأماكن. كان هناك مدارس لتعليم الأطفال المسلمين في عطلة السبت والأحد نهاية الأسبوع. ففي الثمانينات بدأت تتشكل مدارس كاملة
من الصغر إلى الثانوية، وكان تأسست مئات منها. وأخيرا بدأنا مؤسسات أخرى تنتبه إلى المشاركة في المجتمع الأمريكي والقضية النشاط السياسي. فأريد هنا أعلق تعليق بسيط على هذا موضوع النشاط السياسي، لأنه مهم. باعتبار أمريكا بلد ديمقراطي، القرارات تؤخذ فيه بالأغلبية، فقلنا لا وجود للجالية الإسلامية إذا لم يكن لها وجود في الانتخاب والتصويت والعدد. القوة العددية مهمة لأنها تؤثر. فكان في البداية أنه المسلم يجب أن لا يشارك في الحكومات أو المجتمعات اللي هي غير ملتزمة إسلامية، لا بل قالوا حرام، لا يجوز أن المشاركة مع الطاغوت في الحكم. فبعدين أتذكر مرة من المرات دعينا مرشح للحزب الديمقراطي للرئاسة اسمه ريفرنت، هو قس جيسي جاكسون، وجبنا معه بادي جاردز حماية له لئلا يعتدي عليه أحد في المؤتمر ممن يتصورون أن المشاركة في السياسة حرام. وحتى وصلنا الحمد لله تقدما إلى أنه حتى مرة دعونا الرئيس كلينتون في التسعينات أنه يتكلم في مؤتمر الجمعية الإسلامية، فجاوبونا من البيت الأبيض أنه يرحبون، ولكن حفاظا علينا نحن الأفضل أن لا يكون ذلك. لماذا؟ لأن قالوا لو حصل واحد من الناس فرد قام وشتم الرئيس أو عمل يعني مشاكل حتنعكس عليكم أنتم. فالحمد لله انتقلنا من أنه المشاركة في السياسة في أمريكا حرام إلى أنه فتاوى من علماء كثيرين ومنهم الشيخ طه جابر العلواني من مؤسسين المعهد العالمي للفكر الإسلامي يرحمه الله، قال لا بل المشاركة واجب على المسلم حتى يدافع عن قضايا الإسلام والمسلمين. وأختم هذا الموضوع بس حتى تأخذوا فكرة على تقدم الجالية الإسلامية والعمل الإسلامي في أمريكا الشمالية. أنه نذكر دائما حادثة أنه في بداية القرن العشرين بالأربعينات والخمسينات كان هناك هجرة من العالم العربي خاصة من لبنان مثلا إلى دول المهجر اللي هي أمريكا الشمالية وأمريكا الجنوبية. فصعد إلى الباخرة في بيروت رجل مسلم مع عائلته، سأل قال هل هناك مسجد جامع في أمريكا نقدر نصلي فيه؟ فقالوا له لا يوجد هناك مسجد. فقال إذن أنزل من الباخرة وأبقى في بلدي لبنان. الآن إحنا عملنا تجربة قبل سنين أنه خرج واحد من إخواننا مجموعة، خرجوا من نيويورك إلى كاليفورنيا، يعني من شرق أمريكا إلى أقصى غرب أمريكا حوالي 5000 وأكثر ميل أو كيلومتر، وقال أنه الصلوات الخمس دائما وهو في طريقه كلها يصليها في جوامع على طريق هذا المسار البعيد. فسبحان الله التقدم اللي حصل من أنه غياب مساجد ومراكز إسلامية إلى أنه في كل صلاة على مد البلاد وعرضها شرقا إلى غربا وشمالا إلى جنوبا، واحد ممكن يصلي الصلوات الخمس وهو يسير في السيارة، والحمد لله. شكرا أيها الدكتور. فهل من الممكن أن تحدثنا عن تجربتك التي أثرت بك كثيرا مقارنة بالأخريات، يعني في أثناء الدعوة؟ يعني في يعني أنت السؤال السابع قل كيف تكون الفروق في المناهج حين تزور بلادا أخرى، هذا اللي لأنه أنت قفزت إلى السؤال الثامن. أصلا سألتها أختي سودة لكن أظن لم تسمعها، ولكن أيضا يعني لم أسمعها. نعم طيب ما هي، خلي نسمعها الآن
ما هو السؤال السابق؟ لا أنا أكررها، ليست مشكلة. كيف تكون الفروق في المناهج حين تزور بلادا أخرى، يعني في أوروبا، في الولايات المتحدة، في شرق آسيا، في الشرق الأوسط؟ نعم، أقول وبالله التوفيق، تعلمنا من أستاذنا الله يرحمه من مصر الأستاذ الدكتور توفيق الشاوي، كان علما من أعلام هذه الأمة، توفي الله يرحمه. هذا حينما زارنا قال ليس الإسلام هو طبق ورد زهور، باقة زهور ممتازة تختارها من حديقة وبعدين تجي إلى كل بلد وتضعها، لا، الإسلام ينمو في ذلك البلد بطرق مختلفة وبأشياء متعددة، فلابد أن ينمو ويتأسس الإسلام ويتلون بهذه البلدان المختلفة. فأنا في كتابي دليل التدريب القيادي الذي ترجم للغات كثيرة حددت أنه هناك ثوابت على المسلم في ثلاثة مجالات يجب كل مسلم في العالم أن يتبناها ويتعلمها ويتقنها. أولا قضية الغيب ثابتة لا تتغير عند الجميع المسلمين. الشيء الثاني القضايا الكونية، الأشياء الكونية دي يونيفرسال أيضا ثابتة تهم كل البشر. ثالثا القضية العالمية، قضية الأمة الانترناشنال، فمثلا يعني عندك تلوث البيئة، ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا ولعلهم يرجعون، هذه أيضا في كل العالم. الآن قضية الأوبئة كما تعلمون الكوفيد الآن لا يمكن أن يحد في مكان، فهذه أشياء عالمية الداعية يجب أن يتعلمها وهي ثابتة، لكن نضيف إليها بعد آخر يختلف في كل مكان ونسميه اللوكال، الخصوصية في كل بلد، وهنا يجب أن يركز على كل بلد بما يهمه من الأمور، من الأشياء التي يحتاجها أو الصعوبات أو النواقص أو الأحوال التي هو فيها. فإذن القضية تكون ثوابت لكل شيء في القضايا الثلاثة الغيبية والكونية والعالمية والأمة، وهناك أشياء متغيرة تخص كل بلد. فمثلا في بلاد يشجعون المرأة على النشاط في العمل، مثلا تركيا، مثلا الحمد لله ماليزيا وبلاد إندونيسيا إلى آخره، في البلاد لا يفعلون ذلك. الحمد لله إحنا نشجع على مشاركة المرأة المسلمة، في بلاد يهتموا في الشباب، في بلاد ما يهتموا في الشباب، وهكذا. فلابد كل بلد يكون له خصوصياته في، وهنا أريد أقول سوف تجدون بما أنكم شباب الآن في حياتكم أن كل بلد تزوروه تشوفون إسلام المركز ماله أو الأشياء العامة اللي ذكرناها نفس الشيء، وإما تروح نفس الصلاة، نفس الحج، نفس القرآن، طيب، ولكن تشوفون قضايا الأطعمة مختلفة، الألبسة مختلفة، الفن، العادات، فكل بلد الإسلام لم يغير عاداته وتقاليده التي ليس فيها حرام، إنما أكد عليها، ولهذا الإسلام انتشر وله جمال فني في كل مكان والآداب مختلفة، الكتابات كذا. فالحمد لله الإسلام ليس قالب واحد في أساسه، العقيدة واحدة، ولكن في مزاياه وظواهره أشياء لطيفة جيدة من الحياة المختلفة، يعني أو بتعبير آخر أريد أضيف هنا إذا الوقت يسمح أنه بعض المسلمين أو بعض الدعاة يتصورون خطأ أن الرسول صلى الله عليه وسلم عندما جاء إلى قريش والمشركين غير كل شيء، الصحيح هو غير ذلك، الرسول الحمد لله غير العقيدة الأساس للبشر والإيمان، وأبقى على كثير من ما موجود هو من العادات الحسنة
والطيبة نسميه الكلتشر أو الثقافة الموجودة التي لا تعارض المفهوم الدين أبقاها. فإحنا ولهذا تشوفون مثلا الشافعي رضي الله عنه والآخرين لما ينتقل مثلا من العراق إلى اليمن إلى مصر يغير شيئا من الفقه حتى يناسب الزمان والمكان الذي هو فيه. نعم. شكرا. إذن ممكن أن نستمر بتجربتك التي أثرت بك أثرت بحياتك كثيرا مقارنة بالأخريات. نعم. أنا ممكن أختصرها أقول بشعار من الـ MSA من جمعية الطالب المسلمين إلى المعهد العالمي للفكر الإسلامي. هذه المسيرة اللي غيرت كثيرا. والطريقة يعني ممكن أذكر حادثتين أو ثلاثة، وهو أنه بفضل الله هذه الجمعية التي أسسها إخواننا دكتور أحمد تتنشي وأحمد صقر وغيرهم كان مهتمين واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، بأنه الدعوة الإسلام دعوة عامة لكل واحد منا. فصار تقدم كثير خلال 8 سنوات من سنة 63 إلى 71. فبدأنا نفكر نحن الأعضاء في اللجنة التنفيذية 4 من المؤسسين بعدين للمعهد العالمي للفكر الإسلامي، الدكتور عبد الحميد أبو سليمان، الدكتور جمال برزنشي الله يرحمه، الدكتور أحمد تتنشي وأنا، بمستقبل العمل الإسلامي في أمريكا الشمالية. فدعوت أنا إلى لقاء في بيتي في جامعة بيردو في ولاية إنديانا عندما كنت أدرس الدكتوراه للتداول في ذلك. فاجتمعنا أسبوعا في بيتي في عطلة الإيستر، فقلنا مستقبل العمل الإسلامي يجب أن حتى نضمنه ويتقدم ويستمر هناك 4 شروط ضرورية وكافية. أولاً لابد لنا من الاستقلال المالي عن أي دولة أو حكومة. ثانياً لابد أن يكون لنا حضور في الإعلام والميديا حتى نقول نحن عن الإسلام وعن أنفسنا وليس يعرف غيرنا يعرف بنا. ثالثاً للتقدم الكبير السريع الذي منحه الله لهذه الجمعية لابد أن نتبنى أحسن ما موجود من علم الإدارة والتنظيم والمانجمنت والأدمنستريشن حتى نقدر ندير هذه المؤسسة التي تكبر وتكبر ولله الحمد. وأخيرا ورابعا قلنا لابد من الإصلاح الفكري والتجديد. لا يمكن أن زي ما ذكرنا قبل قليل أن نقدم الدعوة وننفذ الإسلام بالضبط زي ما نعمله في العراق ولا تركيا ولا إندونيسيا وماليزيا ولا مصر ولا تونس وإلا. لابد أن شيء هنا أيضاً يناسب الوضع في أمريكا، فاللي هو يعني عامل الزمان والمكان، وإحنا أطلق عليه الإصلاح الفكري والتجديد. الإصلاح الفكري هو الذي سيجعل مسيرة الدعوة الإسلامية والإسلام على أعلى مستوى من الأكاديمية ومن السباق بين الإيديولوجيات المختلفة والديانات المختلفة والإسلام في سوق الأفكار وفي سوق الأديان. فلا بد من الإصلاح الفكري ومن التجديد، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول كما نعلم بالحديث يبعث الله على لهذه الأمة على رأس كل قرن من يجدد لها دينها. فهذا اللي خرجنا به. فقلنا أيضا أوكي إذا كان هذه الثلاثة الأشياء الأولى الشروط الاستقلال المادي والإعلام والإدارة والتنظيم قد تتحقق ب5 سنين 10 سنين 20 سنة، لكن الإصلاح الفكري والتجديد هو للفكر الإسلامي هو مستمر إلى قيام الساعة، فماذا نفعل؟ فقلنا إذا نجتمع يعني مثل ما يقول القرآن فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. إذا ما نعرف لازم نقف ونسأل ونستفسر. فعقدنا ندوة موسعة في سنة 1977 في مدينة لوغانو في سويسرا من 30 عالم من كل
من كل أنحاء العالم. فكان أحد المقررات أنه لابد أن نؤسس مؤسسة للاجتهاد حرة فكرية تجيب على هذا الإصلاح الفكري والتجديد، وتكون غير سياسية وغير مذهبية ومستقلة، وتركز على نقاط الاجتهاد في الفكر الإسلامي. فكان هذه مهمة. فعندما تأسس هذا المعهد رسميا في 1981، أرسلني إخواني إلى تركيا لأبلغ المرحوم الدكتور نجم الدين أربكان عن تأسيس هذا المعهد العالمي للفكر الإسلامي. فاجتمعت معه مع زملائه في بيته في العشاء في أنقرة، وقال لي بالحرف الواحد: يا أخ هشام، هذا اللي تقوله أهم من أي سلاح نووي ولا عسكري ولا دبابات ولا طائرات، هذا هو سلاح الفكر الذي به تقوم الحضارة الإسلامية. وأيضا كان الله يرحمه الدكتور نجم الدين أربكان كان يزورنا هنا في أمريكا، وهو الذي وضع حجر الأساس لأكبر مركز هنا في واشنطن إسلامي اسمه آدمز سنتر، وتأسس والحمد لله الآن مركز مهم في هذه المنطقة. فهذه من الأشياء أذكرها جيدا في التي أثرت فيها بي شخصيا. نعم، قبل أن أسأل أود أن أقول هنا يمكنكم أن تكتبوا أسئلتكم من الرسائل من قسم الرسائل المشاركين، ونلتقي إلى الأسئلة. في كتابكم أنتم تتحدثون ميثاق شرف، في كتاب ميثاق شرف الدعوي تتحدثون عن فكرة الميثاق وهي مساحة الوفاق، ولماذا المسلمون بحاجة إلى أن يكونوا متحدين في نقاط شتى، وما أهمية ذلك للمسلمين؟ هذا المبدأ انطلق من أنه الله يرحمه محمد رشيد رضا كان يقول: نتعاون فيما اتفقنا عليه، ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه. ولو تجدون أنه بين المسلمين من مختلف الأفكار والجمعيات والأحزاب والهيئات والمؤسسات، اتفاقهم يمكن 90% أو أكثر في كثير من الأمور، وخلافهم فقط 10%. فلابد إذن نطبق هذا المذهب ونحاول التقارب وأن نبدأ بالعمل الجاد على ما نتفق عليه. ودائما أتذكر الدكتور أحمد تشنجي حفظه الله يتلو علينا هذه الآية، يقول: والذين كفروا بعضهم أولياء بعض إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. زي ما يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: ملة الكفر واحدة. فإحنا يجب أن نكون ملة واحدة قدر الإمكان. فهنا أريد أؤكد على مبدأ حتى أيضا تعلمون ولا تسابون أنا عندما كنت صغير مثلكم كنت أقول وأريد أن أحقق وحدة المسلمين، لازم كل المسلمين يتحدون وكذا. لكن طبعا يتبين أن هذا صعب جدا جدا إذا ما يكون شبه مستحيل. لكن على الأقل المطلوب هنا إذا ما استطعنا أن نعمل الوحدة بين المؤسسات الإسلامية والجمعيات إلى آخره، على الأقل نتعاون بيننا. وإن كان ما نقدر نتعاون، على الأقل ننسق في بعض الأشياء الذي متفقين عليها اللي 90% اللي قلناها. لكن في جميع الأحيان يجب أن نتجنب الغيبة والنميمة على المسلمين، وهذا أضعف الإيمان، وأنه لا يحارب بعضنا بعضا، لأنه محاربة المؤسسات الإسلامية والجمعيات والأحزاب الإسلامية لبعضها يوهنها ويضعفها ويجعل أعداء الإسلام ينتصرون ليس بقوتهم ولكن بضعفنا وتشتتنا واختلافنا. وعندي أنا
هنا مقياس لهذا كيف نطبقه. كل واحد منكم أرجوكم أنتم الحاضرين الآن أيها الإخوة والأخوات أن يأخذ هذه الآلة، وهو قول المصطفى عليه السلام: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. إما تقل خيرا في إخوانك الآخرين المؤسسات الأخرى والأحزاب الإسلامية الأخرى فيهم، أو إذا ما قلت خيرا السكوت أحسن، وهكذا لابد أن نتبع السلوك الإسلامي الذي شرحه لنا المصطفى عليه السلام. نشكر الدكتور هشام. فطبعا حين يدون مشاركونا بعض الأسئلة في قسم الرسائل، نود أن نسأل حضرتك بعض النصائح لشبابنا اليوم في المدن الإسلامية أو في البلاد الإسلامية، ماذا تنصح بهم جميعا أيها الدكتور؟ أنصح بهم أنا ما توصلت إليه في حياتي هو حديثين للمصطفى عليه السلام، لو طبقناهم لا نجحنا نجاحا في الدارين الدنيا والآخرة. أولا ما بدأت به وهو أنه إنما الأعمال بالنيات، لابد من الإخلاص للداعي 100% أنه هو في سبيل الله. وفي فائدة كبيرة جدا، أنت عندما تعمل العمل لا تعمله إلا في سبيل الله فقط، ليس في سبيل نفسك أو مصلحتك، وهو أنه عندما تتوجه إلى الله عز وجل يكون تفكيرك سليم وصائب ومركز، ويسمونه objective، يكون موضوعي وليس مشوب بنفايات أو شبهات أو أشياء انحرافية. هذا شيء. الشيء الثاني نصيحتي لكم جميعا ولنفسي، بما أننا نتعرض إلى الدعوة العامة لنا وللأسرة وللمجتمع وللعالم أجمع، نلتزم بقول المصطفى عليه الصلاة والسلام. يعني إذا أحد سألك ما هي استراتيجية الداعية، ما هي استراتيجية العمل الإسلامي، أقول قول المصطفى عليه الصلاة والسلام: الخلق عيال الله، أحبهم إليه أنفعهم لعياله. أعيد وأكرر، ويجب كل منكم أن يحفظ هذا الحديث: الخلق عيال الله، أحبهم إليه أنفعهم لعياله. بمعنى نحن كلنا اللي 7.6 بليون بشر على هذه الأرض الآن ويزيدون كما تعلمون كل يوم، كلهم هؤلاء هم عيال الله عز وجل. أقربنا إذا نريد أن نتقرب إلى الله حتى يحبنا، أي واحد منا هو أكثر واحد ينفع هؤلاء الناس، أنفعهم لعيالي. فأنت إذا عملت حتى تخدم هؤلاء البشر الذين هم عيال الله، الله سبحانه وتعالى راح يوفقك، والناس هي اللي تختارك كقائد وكزعيم وكمرشد وكمعلم، ويثقون بك، وعند الانتخاب سيصوتون لك لأنك أنت تخدمه وتنفعه. ومن هنا جاء حديث المصطفى عليه الصلاة والسلام اللي هو حول خدمة الناس أجمعين: سيد القوم خادمهم. رئيس القوم هو واحد منهم وهو الذي يخدمهم أكثر. يعني الخادم هو يكون القائد الحقيقي للأمة أينما كان. فإذا أنت إذا تريد تقود الأمة إلى الخير، تنفعها وتنفع الناس، والله سبحانه وتعالى حيخليك أنت مؤهل. هم يريدون يختاروك تكون رئيس قائد إلى الأمام، إماما للمتقين، إماما، وليس أنت الذي تطلب ذلك. شكرا أيها الدكتور هشام. أنا بالمناسبة أود أن أسأل حضرتك، هل هناك أي شيء تود أن تزيد قبل أن ننتقل إلى الأسئلة، أو هل هناك أي طرح من طرفكم؟
Yes, نعم أريد أن أضيف نقطة أخرى وهو التعامل مع الآخر. يعني معظم الحياة هي الأشياء الأوقات اللي نقضيها أو الجهود اللي نعملها هي كيف نتعامل مع غيرنا. طيب فهنا في آية في القرآن من أروع ما يمكن وممكن واحد يكتب عليها كتب ومجلدات وهي ولقد كرمنا بني آدم. الله سبحانه وتعالى كرم جميع البشر هؤلاء المليارات من الناس كلهم من أحسنهم من أكثرهم إماما إلى أكثرهم مرتكبا للحرام كلهم الله كرمهم. ليش؟ لأنه النفخة الإلهية نفخت فيه من روحي خلاص كلنا. فإذا إحنا كلنا متساوين بالكرامة والاحترام والمحبة وكل البشر متساوي، لكن كل واحد منا يختلف عن الآخر بالكفاءة والقدرات والأهلية والإنتاج و فيجب أن نفصل بين الاثنين. فعلى الداعية دائما أن يحترم كل الناس مهما كانوا، مسلم، مسيحي، يهودي، ملحد، مؤمن، كافر، قريب، بعيد، كلهم يستوجبون الاحترام منا كدعاة إن شاء الله. لأنه إذا هذا حصل حنعرف نتعامل معهم بطريقة سليمة وبطريقة تجلبهم إلى الإسلام والدين الإسلامي بتوفيق الله. نشكر الدكتور. أستاذي هناك سؤال وصلتني من قسم الرسالة فهي تقول ما هي الفتنة الأكبر التي عشتها في حياتك في الدول الأخرى عندما كنت تبلغ الناس؟ ما هي الفتنة الأكبر التي عشتها في حياتك في الدول الأخرى عندما كنت تبلغ الناس؟ فتنتان. أولاً الفتنة الشخصية وهي قضية الإغراء، الإغراء الجنسي. في عند كان عمري 17 سنة وذهبت إلى إنجلترا، وكان طبعاً التعرض هناك من الفتيات كما يصفهم الرسول صلى الله عليه وسلم خاصة في فترة الصيف كاسيات عاريات. وفي هذا العمر من الشباب طبعا الوازع الجنسي يكون قوي جدا جدا، لكن الله سبحانه وتعالى حماني. كيف حماني؟ بأنه أدمت الاتصال مع إخواني الصالحين وخاصة الدكتور جمال برزنشي الله يرحمه والدكتور أحمد توتنشي وآخرين. كنا نلتقي كلما يتوفر الأمر في العطل وفي الكريسماس وفي الصيف إلى آخره وأثناء العطل الأسبوعية ونتدارس ونتعلم ونتفقه. هذه الفتنة الشخصية الجنسية الحمد لله ربنا حماني منها. الفتنة الثانية هي فتنة الأفكار والمناصب والأحزاب. وصلنا إحنا إلى إنجلترا بهذا العمر وحطت الطائرة بنا في مطار لندن، وإذا نفاجأ يستقبلنا أعضاء من عرب وعراقيين من جمعية الطلاب العرب في إنجلترا. فهذولا كانوا هواهم سياسي إما قومي أو شيوعي أو بعثي أو من هذه الأفكار لا إسلامية أو إلحادية وإغراء وفتن. فالحمد لله الله سبحانه وتعالى نجانا بالتمسك بالهوية الإسلامية. حتى كانوا يقولون لنا هؤلاء على أساس هم في إنجلترا سنوات وإحنا أول ما نصل قالوا أنتم متخلفين بهذه العقلية، تريدون أن تصلون وتصومون رمضان هنا في بريطانيا، هذا شيء يعارض التقدم وهذا تخلف في بلادنا، إنما نتركه. فهكذا الله سبحانه وتعالى عصمني من هاتين الفتنتين والحمد لله. شكرا. سؤال ثاني من أيضا طالب تحضيري يقول رغم أننا نحاول أن ننشر الإسلام في دولتنا أو في دول أخرى
ولكن عمرنا صغير، فماذا تنصح بنا أن نفعل في عمرنا 15؟ النصيحة هو أولاً بر الوالدين وصلة الرحم، لأن هي الأساس. إذا الشخص لا يكون ناجحاً، يكون فاشلاً مع أهل أبيه وأمه وإخوانه وأقربائه وكذا، فكيف سينجح في التعامل مع الآخرين؟ فلا بد من هذا. بعدين النصيحة الأخرى يقول الشعر العربي، البيت العربي يقول: لا تسأل عن المرء وسأل عن قرينه، فإن القرين بالمقارن يقرن أو يقترن. بمعنى إذا أريد أسأل عنك، أسأل عن أصحابك وجماعتك وأصدقائك، لأن هؤلاء هم اللي أثروا فيك وأنت تأثر فيهم. فلهذا التزام المجموعة الطيبة، وهذه كما ذكرت هي التي حصنتني في إنجلترا من الفساد، والحمد لله. وثالثا، باعتبارنا مقبلين أنتم كلكم إن شاء الله تتخرجون ويكون لكم موقع مهم في الدعوة الإسلامية، سواء في المساجد أو المراكز الإسلامية أو الجمعيات الإسلامية أو في المناصب الحكومية، فيجب أن تكونوا أسوة حسنة لهذا، وتلتزموا الطريق السليم القوي، وتنتصحوا بالحكماء. أنا عندي في كتابي موجود هذا، أنه كل واحد منكم يجب أن يكون معه فريق غير الفريق الكبير أو الجمعية الكبيرة أو الحزب أو المؤسسة، إنما لازم يكون عندك على الأقل مينيمم 2، طبعا إذا 4 5 أو أنا الله أنعم عليها أنه كان عندنا 5 6 من المؤسسين المعهد عن فكر الإسلام، إنما على الأقل كل واحد منكم لازم يكون عنده صديقين قريبين جدا يخلصون له، يريدون له الخير، وليس فقط عندهم علم، لكن يجب أن يكون عندهم الحكمة، لأن الحكمة يؤتيها الله سبحانه وتعالى من يشاء، ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. فيكون هؤلاء الفريق من 2 أو 3 يستطيعون أنه يحقق المعجزات، إذا كانوا كما قال المصطفى عليه السلام: المؤمن مرآة أخيه. إذا أنت ترى نفسك في أخيك وأخوك يرى نفسه فيك مثل المرآة الصادقة الصافية، فأنت حتكون 1+1 ليس 2، إنما لو تخلي 1 جنب 1 أش يعطيك 11، ولو يكون عندك شخص ثالث 1+1+1 إيش ليس 3، إنما يكون 111 وهكذا. ونحن جربنا هذه الاستراتيجية والمنهج، بحيث إحنا 5 6 اللي أسسنا هذه الأمور يعني وصلنا إلى 1+1+1 إلى إنتاج آلاف فعلا، ومؤسسات كثيرة جدا ليس فقط في أمريكا إنما في العالم الإسلامي وغير الإسلامي، والحمد لله. وأيضا بإمكان المشاركين أن يرفعوا أيديهم في برنامج في تطبيق زوم لو هم يودون أن يسألوا مرئيا، ولكن قبل أن ننتقل إلى ذلك، أنا شخصيا بالذات أود أن أسأل حضرتك، لدي فضول قاتل في هذا الموضوع، فحين كنتم تبلغون الناس فكيف كانت معاملتكم مع أهل الكتاب؟ يعني فهل كنتم تزورونه؟ فهل كان هناك منافسة بينكم؟ ولكن هذا يعني فقط أود أن أسأل حضرتك حول هذا الموضوع. نعم، أهل الكتاب الله سبحانه وتعالى سماهم أهل الكتاب لحكمة كبيرة. ليش؟ لأنهم عندهم كتاب أصلي نزل من الله عز وجل إلى الأنبياء، سواء يعني إبراهيم وموسى وعيسى وغيرهم، وكان هذه الدعوة الأساسية عندهم لا إله إلا الله كما تعلمون. وانطلاقا من المبادئ اللي أنا ذكرتها، احترام كل واحد وكل شخص، فكنا نحترمهم
ويحترموننا. كنا نلقي محاضرات عندهم أنا وإخواني الدكتور جمال برزنتشي رحمه الله والدكتور أحمد التجي حفظه الله وآخرين. كنا نطوف في إنجلترا في الجامعات والمراكز ونتكلم عن الإسلام في ذلك الوقت، وهنا أيضا في الكنائس وفي المعابد اليهودية يدعوننا وندعوهم للمحاضرات. والآن عندنا هذا المشروع الذي بدأه الفاروقي رحمة الله عليه، أحد مؤسسي المعهد العالمي للفكر الإسلامي، وهو التحاور بين الأديان على مبدأ ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. فهذه كان هو هذا الاستراتيجية والمنهجية التي نتعامل فيها مع أهل الكتاب. وكانوا أتذكر أنا كنت عندما كنت أول ما جئت بال 68 إلى سنسيناتي أوهايو من الموصل في الجامعة هناك، يدعوني في الكنائس وأتكلم عن الإسلام. فأتذكر مرة من المرات بعد ما تكلمت وخلصت، جاءت سيدات إلي مسيحيات كبيرات في السن وقالوا سبحان، يعني قالوا أنت يبدو أفكارك تقدمية جدا في العرض. فالإسلام هو طبعا دين تقدمي ويناسب كل زمان ومكان، وإذا دعونا إلى الإسلام الصحيح الصافي سنجد قبولا كثيرا من الآخرين. فهذا جوابي أنه احترام متبادل. والآن رغم شوف أقلية المسلمين حوالي 10 مليون نسمة في أمريكا، من مجموع ما يقارب 340 مليون، فهي أقلية، ولكن بجهود الفاروقي رحمة الله عليه الذي هو كان رئيس جمعية الأديان في أمريكا، كان هو بدأ بهذا الجهد اللطيف اللي هي التحاور مع الأديان interfaith. فالآن تشوف على منصة واحدة يجلس المسيحي اللي هو الأغلبية الطاغية في أمريكا، واليهود اللي هم أقلية أقل مننا عددا في أمريكا، اليهود أقل عدد من المسلمين في أمريكا، والمسلمين اللي هم لا يتجاوزون 10 مليون، يجلسون على منصة واحدة بالتساوي، وهذا يتكلم نصف ساعة وهذا نصف ساعة وهذا نصف ساعة، وهذا يعني رفع مستوى عرض الإسلام وخطاب الإسلام إلى المساواة مع الأديان الأخرى. وهذا بفضل طبعا جهود الذين اشتغلوا وأسسوا هذه المؤسسة، جمعية الطالب المسلمين، وبعدين المعهد العالمي للفكر الإسلامي. متشكرين يا فندم. فهذه هي الأسئلة، ولكن هناك سؤال أخير، فهل تود أن نستمر بالأسئلة أو ننهي البرنامج، أو هل هناك أي نقاط تود أن تضيفها؟ أعتقد يعني قلنا ما فيه الكفاية. فهناك مفهوم واحد أريد أؤكد عليه، وهو أنه الأقليات المسلمة في أوروبا خاصة وفي أمريكا والأمريكتين الشمالية والجنوبية، ظهر كتاب لأستاذنا المرحوم الشيخ الدكتور طه جابر العلواني يسمى فقه الأقليات. فهو قال، عرض فكرة أنه نحن المسلمون لا نتصور نفسنا أننا أقلية، لأننا بمفهوم الأمة العالمي الدولي نحن لسنا أقلية، نحن نشعر، وخاصة في زمن العولمة، الحدود الجغرافية بين الأفكار والأديان والمفاهيم اضمحلت، معظمها زال. فإذا المعركة هي معركة الفكر والدين والإيمان في كل الكرة الأرضية. وأنا أنطلق من ذلك، من قول المصطفى عليه الصلاة والسلام، أقول جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. بالنسبة للمسلم ممكن يصلي في أي مكان، ليس في الضرورة في الجامعة أو في البيت، أي مكان، في الشارع، في البارك، على الحشيش، على الطريق، في كل العالم
يؤدي صلاته. فالناس كلهم لآدم، والناس كلهم أقرباء، عائلة واحدة من أب واحد وأم واحدة، آدم وحواء. ولم أشعر في حياتي التي قضيت معظمها، قضيت 5 سنين في إنجلترا وحوالي 55 سنة في أمريكا، ونحن أقلية عددية، ولكن لم أشعر في حياتي أنني أشعر بشعور أقلية. دائما أشعر أنني مع الله عز وجل، وإيماني ويقيني بالله يجعلني أنا جزء من هذه الأمة اللي هي تزيد على 2 مليار نسمة في العالم، وهي في ازدياد والحمد لله. ويتوقعون أنه في سنة 2030 عدد المسلمين سيقارب 3 مليار بإذن الله. فالمؤمن، وهذه النقطة المهمة، إحنا بدأنا قلنا الفهم الإسلام الصحيح بالنسبة للداعي يجب أن يكون المؤمن الذي يفهم إسلامه، معنى يحدد هويته، من هو أنا مسلم، وبناء عليه هذا يجعلني أنا مع الله عز وجل والإسلام والقرآن والسنة النبوية مع الأغلبية وليس الأقلية. وبارك الله فيكم. الله يبارك فيكم أستاذ، أشكر حضرتك. نعم، أيضا أود أن أتقدم بالشكر أستاذي. أنا تواصلت معكم أمس أستاذ حسين شعبان، وأيضا أشكركم باسم أيضا المديرية العامة للتعليم الديني. حقيقة كانت الأجوبة شافية ووافية، ويعني هي بمثابة يعني رسم الصورة والخريطة العامة للداعية الشباب، خاصة أن المستمعين والمشاركين في هذه الندوة جلهم من الشباب ومن الطلبة، ولديهم حماس كبير في العمل الدعوي. فنشكركم مرة أخرى جزيل الشكر على هذه الأجوبة الوافية، يعني بداية طبعا انطلاقا من الأسئلة التي كانت تتركز حول الكتاب، كتاب ميثاق الشرف الدعوي. ف يعني على الأقل الآن الجيل الجديد، الشباب الجدد، صارت عندهم ركيزة أساسية، وعلى الأقل يعني استطاعوا أن يفهموا كيف يبدأوا بمسيرتهم في المجال الدعوي. كما قلتم لا ننتظر مرحلة إثرة أخرى، وإنما نعمل بالتوازي وليس بالتوالي. نعم، فحقيقة كانت الندوة والمحاضرة مفيدة وشيقة. نشكركم مرة أخرى على هذه المشاركة وعلى هذا القبول أستاذي. يا أخ حسين شعبان، نعم أستاذي. أنا ولو عمري 80 سنة أيضا أنا شباب مثلكم. ما شاء الله. نعم أستاذي. وختاما أريد أن أشكرك وأشكر الأخ الدكتور نظيف، وأشكر فاتح سليمان والأخت سودة، وجميع الذين شاركوا وأعدوا واجتهدوا في هذه التحضيرات الجيدة الطيبة. وأنا سعيد وفخور، وإن شاء الله أن يجعل كل واحد منكم داعية مستنيرا ومفيدا، وربنا يهبه الإيمان والسعادة في الدارين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحن أيضا متشكرون بوجودكم هنا معنا أيها الدكتور. شكرا جزيلا. شكرا يا أستاذي، ولكن رأيت سؤالين، أظن ستقرأ سودة هاتين السؤالين، سأل فاتح سليمان ولكن نسيت أظن. السؤال الأخير، هل تقرأين سودة؟ ممكن بدء التبليغ. نعم نعم. هناك سؤال عن مهنتك، ويسأل كيف كان يستطيع أن يدرس كمهندس الكهرباء وفي حين ذلك يدعو إلى الإسلام؟ سؤال ممتاز جدا،
أقدر يعني له تأثير كثير علي، وهو أنه في الحقيقة أنا من نشأتي طبعا سواء في العراق ولا في إنجلترا وأمريكا، دراساتي كلها الدراسات يسموها يعني العلمانية، المدارس كلها العلمانية السكيلر وكذا، فأنا أقول عندي two majors يعني نوعين من التخصص. التخصص هذا في الهندسة الكهربائية اللي معظمه رياضيات وفيزياء وكيمياء وإلى آخره، ولكن عندي تخصص أيضا غير رسمي وهو الدعوة الإسلامية، لأن من عمري 13 سنة لحد الآن طول هذه السنين أنا أقرأ وأتابع وأسمع المحاضرات وأسمع لأساتذتي والعلماء وأستفيد منهم كثيرا جدا في تركيا وفي البلاد الإسلامية الأخرى. فالحمد لله هذا جعلني أستفيد من الاثنين. الشيء الآخر، أنا وإن كان مهندس كهربائي ولكن وصلت إلى قناعة أن الأمة الإسلامية أو أي حضارة تنطلق من الفلسفة والعلوم الاجتماعية والإنسانية، فهذه هي الأساس التي تقوم عليه كل الحضارات في العالم، مبادئ وأفكار وفلسفات ونظريات وحقائق ليست الحقائق الفيزيائية، إنما تأتي هذه التقدم التكنولوجي. يعني معظم الناس الآن يريد يشوف أنه يبدأ بالتكنولوجيا، التكنولوجيا أنا في تصوري هي ثمرة. التقدم التكنولوجي في العالم الفني هو ثمرة للأساس، المعيار، القاعدة الأساسية في العلوم الاجتماعية والإنسانية والفلسفية، اللي هي تشمل طبعا على رأسها طبعا العلوم الإلهيات، القرآن والسنة والشريعة وإلى آخره. فأنا في الوقت الذي كنت يعني متشبع بالهندسة الكهربائية فهمت أنه أنا أتحول من electrical engineer إلى human engineer، إلى يعني هندسة إنسانية، ولهذا كتبت كتبي من هذا المنحة. لم أكتب في الهندسة الكهربائية وإن كان نشرت بعض البيبرز في الأبحاث في الهندسة الكهربائية، إنما الأساس الذي من خبرتي وتعاملي مع إخواني وأساتذتي بدأت في قضية التدريب القيادي اللي لابد منه للداعية، وأيضا التدريب الأسري الذي ننشأ عليه من الأم اللي هي أساس التعليم الأولي القوي العميق لأي شخص في العالم. وبهذا وبعدين الميثاق الشرف الدعوي اللي هو تقريب الدعاة والداعين في مختلف المؤسسات والأحزاب والجمعيات إلى كلمة سواء ننطلق منها، فهكذا. لكن فادتني الهندسة الكهربائية أنه تفكيري يكون منطقي ورصين وصحيح وعلمي وتدرج في من واحد إلى اثنين إلى ثلاثة إلى أربعة، وليس مجرد شعوذة أو أحلام أو أفكار ليس لها برهان ولا سلطان. شكرا جزيلا على حضورك. سليمان، هل تسأل شيئا؟ سؤال أخير بسيط. سؤال أخير بسيط فقط، الطلاب يطلب من حضرتك كتبا بالعربية تنصح به كي نقرأها نحن في موضوع الدعوة. والله كتب كثيرة جدا، سواء لمشايخ كثيرين، لا أحب أن أسمي يعني أحدا، لكن أركز على طبعا القرآن هو أساس الكتب. ومرة يعني هذا السؤال طيب لأنه ينقلني إلى حادثة حصلت مرة، عملنا هنا ندوة عندنا في واشنطن في المعهد العام للفكر الإسلامي، وجمعنا رؤساء الجمعيات الإسلامية وتكلمنا هنا، ففي الأخير طلب أحد الإخوة من أحد رئيس الجمعيات، قال يا إخوان لماذا
بالنسبة للمشاكل اللي عندنا الكثيرة جدا والخلافات، لماذا لا تكتبون كتابا يوحد كل هذه الأشياء ويعطينا الطريق والسيرة والخطة والاستراتيجية واو؟ فأتذكر جيدا إن برى له الشيخ الدكتور طه جابر العلواني يرحمه الله، قال له هذا الكتاب موجود عندنا، قالوا ما هو؟ قال القرآن الكريم، كل شيء هو فيه، ولا يوجد كتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا يحصيها، ولا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه إلا وموجود في القرآن وطبقه المصطفى عليه الصلاة والسلام والصحابة الكرام. فهذا جوابي على هذا السؤال. طبعا أنا في كتابي لو تجون للموقع مالي، عندي موقع اسمه hishamaltalib.com، هشام الطالب كلمة واحدة hishamaltalib.com، هذا موجودة كتبي متعددة وإن شاء الله تفيدنا جميعا. شكرا جزيلا يا سيدي أستاذ دكتور هشام الطالب والإخوة الأعزاء، استفدنا من أستاذنا من المحاضرة، وننتظر الدعاء للإخوة كما كان في العالم الإسلامي في تركيا. هؤلاء طلبة إن شاء الله سيكونون في خدمة الإسلام والتعليم الديني إن شاء الله بعد التخرج من جامعاتهم في حياتهم. أظن ولا ينسون نصيحتكم يا أستاذي. أنا رأيت في نصيحتك خاصة يعني ملخص نصيحتك أظن التعظيم لأمر الله والشفقة على خلق الله، يعني رأيت في أرائك هذا يا أستاذ، ما شاء الله، جزاكم الله خيرا. شكرا جزيلا، أشكر لأستاذ إحسان القول والأصدقاء، وأشكر للمعهد الدولي للفكر الإسلامي ورئيس دكتور هشام الطالب، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، بارك الله فيكم.